تكونوا هاني. دابا حنا مضامين غير مع التنظيم، ما نضامنش غنحيدوا البنادم من لوطوريزاسيون ولا هذا، راه بعيد من ذلك. حنا الاخوان هنا جيناش نحاربوا الناس، هنا جينا ننظموا الانشطه ديال الناس. الفرق ما بين المنزلتين، منزله التنظيم ومنزله الازاله. حنا ما كنحاربوش الناس، حنا كنجيو ننظموا الناس وكنظموا انشطه بالاهميه بمكان، وكذلك ادماج الشباب في سوق الشغل، واللي عنده شي نظريه اخرى يجيبها لينا. اذا حنا الهدف الاسمى بصفتي كرئيس اللجنه المحليه للمبادرات التنميه البشريه، عليا من واجب عليا نتمن المنتوج العنصر الراسمالي البشري، من الواجبات ديالي نتمنو باي طريقه كانت اللي كنشوفوها كتستغل الخصوصيه المحليه. مبادره كفكر كمشروع مستمر في الزمن المكان اللي عطاه سيدنا الله يسرو، كيخلي الفاعلين المحليين التدبير ديال المبادره وفق الخصوصيات المحليه. انا ما عنديش انا الصناعه التقليديه في البحر، راه عندي انا الانشطه ديال البحر. باش نكون واضح، يعني خصني ننظم الانشطه ديال البحر، فهمتيني ما فهمتيش؟ دونك خصني ننظم الانشطه ديال البحر في هذاك الشيء اللي كاين. نعاود نشوف الصيغه ديالها، نعاود نقرا. غتقول لي يا سيدي باشا ربما مكلف، حتى شي حاجه ما صعيبه، غير امنوا بالاراده ديالنا الجماعيه، وراه حتى شي حاجه ما صعيبه ان شاء الله، وكل شيء ان شاء الله غادي يوصل لك، غادي يوصل للملتقى ديالك. وغادي نعطي الكلمه للسيد مدير مكتب التنميه التعاون باش يوضح لنا هذه الاجراءات، على علم انه على اساس انه السيد المدير على علم بهذا الاخر، اعطينا التصور الاولي، وبانه جميع هاد المتدخلين كامل رجال السلطه، وعلى راسهم رجال السلطه اللي كيتكرفصوا مع فهاد الملف مشكور، ولا المتدخلين الجماعيين كذلك كيهزوا معنا العبء ديال تدبير المجال الترابي، متجهين الاخوان والاخوات في اتجاه التبسيط. باش نكون واضحين، الا حددنا لكم لي كارو فاش غتشتغلوا، انتم ما تهنا على الكاروات صافي، ديروا لنا غير الانشطه ديالكم بشكل منظم، ويجي الزبون وياخذ الكرسي ديالو، ياخذ المسائل ديالو ويمشي يجلس في الكرسي ديالو. اذا اتفقنا على شي امور اخرى غادي تجي من خلال النقاش، فهمت؟ دونك التعاونيه اليه مؤسساتي اللي تقدر تحتضن الشباب بشكل منظم وبشكل يعني الربح ديالكم، القيمه ديال النشاط كتزاد، وبالتالي الهامش ديال الربح راه كيتزاد، باش ما يديرولكمناش المغالطات. راه اللي كيهضر من وراء الستار يخرج عندنا ويقولها لنا هنا في هذا المجمع، يقول لك بانه هذا الشيء اللي كيدير الباشا والناس ديالو راه غير تطبر في الماء. الا عنده الجراه شي واحد ويقول هاد الهضره يجي عندنا يناقش معنا ويحط معنا النقاط على الحروف، ويجي يقول لنا الا عنده البديل يجي يحطو لنا، الا كاين شي بديل يجيبوه لنا يحطو لنا. ما كاينش شي بديل غير التنظيم، لا خيار من غير التنظيم، باش نكون واضح. اما كما كيقول انت الاخوات لازال مجنون التواصل. ودابا الان صدد ديال الصيغه ديالو المؤسساتيه، الصيغه المؤسساتيه اللي مقترحه هي التعاونيات، وسبق لي كذلك بمعيه الزملاء المتدخلين في هذا الملف، باش انه استفدنا في الشرح وتفصيل لغايه اقناع او التواصل مع المستغلين لهذا، يعني هذه الفضاءات على مستوى الشرح. اللي نقول لكم انه الشباب اللي حاضرين معنا قولوا مطمئنين بانه حنا واخدين هذا الملف هذا بجدية، وكما
يعني درتو فينا الثقه غادي نبان لكم نفس الثقه. الثقه اولا ب يعني ب يعني بتوضيح الامور الشفافيه يعني وتقاسم معكم المعلومه اولا باول يعني جميع المراحل. لا يعني لا داعي للذكر بانه هذا المشروع هذا يكتسي اهميه بالغه نظرا يعني للسياقات اللي كنا هضرنا عليها بشحال هذه ولا بد من تذكير بعض منها. اولا لانه الفتره ديال الصيف كتعرف واحد التوافد عدد كبير من الزوار لا المحليين ولا الاجانب. ولهذا انا كنقول لك النهار قلت لكم ما تحشموش بينا يعني التزموا معنا في هذا الشيء اللي غنديروا معكم وغنعدوا معكم غادي يعطي نتائج طيبه جدا. نعطيكم في اطار تقاسم المعلومه. اخر اجتماع كان عندي البارح اجتماع مصغر مع المدرسه الوطنيه الهندسه المدرسه الوطنيه الهندسه المعماريه. جاو عند الاطر الشابات والشباب يعني بتكليف من السيده المديره وجلسنا وذكرنا على مجموعه من الامور مجموعه من الاقتراحات اللي كانت بما فيها اغناء هذه الوثيقه بما فيها اضافه لبيداروس بما فيها اضافه مجموعه من الامور اللي كتكون يعني ربما قفلناها في النقاش ولا ربما انتم ذكرتونا به. وانا هذا الحوار غادي نفتحه معكم وغادي نناقش معكم. اخر لقاء كنت معكم علاش ما ناقشناش؟ لان كان جاتنا واحد المهمه اخرى وبالتالي كنا مضطرين اننا نمشيو نتقلوا لعين المكان وما نتبادلوش معكم يعني والافكار. اذا اليوم وصلنا كما فرقوا لواحد المرحله مفصليه بحضور السيد المدير الجهوي لمكتب التنميه والتعاون باش يعطينا بشكل مبسط ومستفيد كذلك الآلية المؤسساتية اللي هي التعاونية اللي غتقدر دير لنا صلة الوصل ما بين المستفيدين وما بين الإدارات العمومية وما بين الخواص يعني الزملاء. وهذه الآلية المؤسساتية غادي نوضحها بسيطة وغادي تجي إن شاء الله في المتناول ديال الجميع. الحمد لله هذاك البحر من خلال آخر المعطيات والتقسيم ديالو يعني والتحيين ديالو غادي يستوعب جميع الناس اللي كاريين من الله والكراسي غير باش تكونوا هانيين. دابا حنا مضاربين غير مع التنظيم، راه مانضاربينش غنحيدوا البنادم من لوتوريزاسيون ولا هذا، راه بعيد من ذلك. حنا الاخوان هنا جيناش نحاربوا الناس، هنا جينا ننظموا الانشطه ديال الناس، وفرق ما بين المنزلتين، منزله التنظيم ومنزله الازاله. حنا ما كنحاربوش الناس، حنا كنجيو ننظموا الناس وكنظموا انشطه بالاهميه بمكان وكذلك ادماج الشباب في سوق الشغل، واللي عنده شي نظريه اخرى يجيبها لينا. اذا حنا الهدف الاسمى بصفتي كرئيس اللجنه المحليه لمبادره التنميه البشريه عليا من واجب عليا نتمن المنتوج العنصر الراسمالي البشري من الواجبات ديالي نتمنو باي طريقه كانت اللي كنشوفوها كتستافد الخصوصيه المحليه. مبادره كفكر كمشروع مستمر في الزمن المكان اللي عطاه سيدنا الله يسرو كيخلي كتشجع واحد الخلل على مستوى يعني تدبير هاد المظلات والكراسي والقفص ديال السيرفر ديالها. كذلك هذا المشروع هذا اقتضوا الضروره ديال تقويه التنافسيه ديال مدينه مرتين. حنا الان كندبروا واحد المدينه اللي ماشي هي مدينه سهله الاخوان الاخوات، راه مدينه ماشي سهله. كنقولوا مدينه ماشي سهله يعني عندها الحموله ديالها وعندها الوزن ديالها. اللي صحاب راسو غادي ينظم واحد الكراسي وما يظلاش بشي كدية ولا بشي واد راه غيكون غلط. باش نكون واضح خصكم تحسوا بالثقل وبالحجم ديال المسؤوليات اللي ملقات علينا كاملين باش نعطيو وجه مشرف لمرتين. اذا هادشي راه نعاود نكرر راه ما درتوش انا هنايا باش ندير طرف ولا الفرق الاداري. انا جاي هنا بإرادة قوية باش نخدم هاد الفريق. انا كنعاود نكرر احب من احب.